حساب مزيف على تطبيق شهير للجري واللياقة يجمع المعلومات عن جنود إسرائيليين في مواقع سرية وقواعد عسكرية حساسة منها قواعد أمريكية. هذا ما أوردته صحيفة هارتس الإسرائيلية عن ثغرة في تطبيق سترافا تقول إنها موجودة منذ سنوات، إلا أن ما عرف مؤخراً أنها تسببت بتسريب هوية ومكان عشرات الجنود. الصحيفة نقلت عن مختصين قولهم إن الجنود لديهم تصرفات غير مسؤولة كقياس مسارات جريهم في منشآت حساسة، ما يجعلهم كمصيدة للفئران بحسب الصحيفة. لكن كيف يتمكن المخترق من الوصول إلى تلك المعلومات من خلال تطبيق للجري؟ تقولها أرتس إن صاحب الحساب المزيف قام بنشر مسارات وهمية للركض داخل قواعد عسكرية. الجنود استخدموا تلك المسارات، ما أتاح الاطلاع على هوياتهم. هذا الخرق الأمني بسبب تطبيق سترافا ليس الأول. صحيفة لوموند الفرنسية كشفت مؤخراً تسببه في كشف تحركات سرية لبايدن وترامب وهاريس وماكرون، والسبب استخدام حراسهم الشخصيين لهذا التطبيق. صحيح، قبل أن نختم، هل تذكرون قصر الرئيس الروسي الفاخر الذي نفى الكرملين أنه ملك لبوتين؟ تقارير صحفية قالت إن مرافقيه الشخصيين تواجدوا لأعوام في محيط ذلك القصر واستخدموا نفس التطبيق.